وجه رئيس حزب الإصلاح والنهضة النائب هشام عبد العزيز هجوما حادا على حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي بعد تعديهم على أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تواجدهم في أحد المكاتب العقارية لكتابة توكيلات تأييد للرئيس السيسي. استنكر عبد العزيز استمرار بعض فصائل المعارضة المحسوبة على الحراك المدني في محاولاتهم إيهام الرأي العام بأن شعبية الرئيس معدومة وأن المصريين الذين تجمعوا في الساحات وأمام مكاتب الشهر العقاري هي جماهير غير واعية تحركها فقط الاحتياجات الاقتصادية.